يوم أسود على الساحة الفنية اليمنية والوطن عموماً. السابع من فبراير من كل عام يعود محملاً بذكرى مؤلمة، إذ ارتبط برحيل اثنين من عمالقة الفن اليمني، هما الفنان محمد مرشد ناجي والفنان فيصل علوي، مغنيان وملحنان أيضاً. برحيل المرشد وعلوي لم يخسر اليمن مجرد فنانين أو عازفين، بل قطبين في وسط ثقافي لا يقل شأناً عن الفني. عرف فيصل علوي بملك العود أو عود الملك، بينما اشتهر محمد مرشد ناجي بثقافته الفنية الواسعة، مساهماً في إحياء ونشر التراث الغنائي اليمني، ليس كفنان فقط ولكن باعتباره مؤرخاً وموسيقياً وملحناً ومطرب، فضلاً عن توثيقه للتراث الغنائي اليمني بعدد من الإصدارات والمؤلفات الفريدة. اتسعت المسافة زمنياً بين عملاقين، لكنهما التقيا في رحلة الوداع، فالتي تعد الذكرى السابعة لرحيل علوي هي أيضاً الذكرى الرابعة لرحيل المرشدي. الاثنان وضعا مخزوناً لا يضاهى في الذاكرة الجمعية الفنية المحلية والعربية، ليس فقط في جانب الأغاني الطربية ولكن أيضاً في الأغنية الوطنية والثورية. فالمرشدي دار في فلك الفن وحاور النجم في عدن، بينما قاد علوي حواراً آخر بين الفل وورد الحسيني في لحج. قواسم مشتركة متعددة جمعت قطبي الفن لم تكن فقط داخل البلاد ولكن أيضا خارجها، حيث خاض تجربة فنية في دول الخليج وتنقل بين الكويت والبحرين وعمان والسعودية في أوساط الجالية اليمنية. كل هذا الصخب الفني المدهش الذي أحدثه الفنانان غادر بعده بكل هدوء وكأنما لم يغادر أو يرحل، تاركين في الذاكرة تاريخا لا يمكن أن يحصر أو يغيب.